عاجبكوا كده وطلع زي كل الناس، وانا اللي كنت فاكره ان ربنا هيعوضني بيه بعد اللي شفته في حياتي. في يا حليم مالك انت خضتين عليك؟ في ايه؟ طب ودي فيها ايه؟ وايه اللي فيها ايه؟ بقول لك امها رميتها في الزباله. انت فاكر امها عملت كده ليه؟ اكيد اكيد حملت في الحرام. لا 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 مش اكيد ولا حاجه، ده احتمال، واحتمال كمان يكون أهلها ناس فقراء ما قدروش يربوها، أو حصلت لهم مصيبة ولا حادثة وحد تاني لقاها وهو اللي رماها. وافرض اللي أنت بتقوله ده مظبوط، البنت ذنبها إيه؟ يفرق معاك في إيه؟ يفرق طبعًا. البنت مالهاش ذنب. أنا عارف إن مالهاش ذنب. وأنت بقى بنصحتك بدل ما تقعد تهون عليها مصيبتها ديت، قعدت تحاسبها. أنا ما بحاسبهاش ولا حاجة، أنا بس اتفاجئت. وبعد ما اتفاجئت؟ هي إدتني فرصة أعمل حاجة. ده انا يا دوب بحاول افهم منها ايه الحكايه بالظبط، راحت معاها وسابني ومشي عشان جرحتها باسئلتك. الست في اللحظات دي بتبقى ضعيفه، محتاجه حد يطيب خاطرها، يسمعها، يبقى لطيف معاها، مش يقعد يحقق معاها ويحاسبها. بس انا كمان بني ادم، مش طبيعي اسمع خبر زي ده واتعامل معاه عادي يعني. والله العظيم ثلاثه انا عارف ان الموقف صعب جدا، صعب. انت بتحبها بجد؟ بحبها قوي يا استاذ. طب اسمع بقى الكلمتين دول. الحب يا ابني مش عباره عن هديه خشب تعملها ولا كلام حلو تقوله، لا خالص. اللي بيحب حد بيقف جنبه، يسنده، يساعده. انا متلخبط. متلخبط قوي يا استاذ. طبعا بس انت متكلم نقعد. لا مش هقعد ومش هفكر ومش هتكلم في حاجه. الله. لا امشي. ربنا بقى يسويها من عنده. طب ما هو عنده حق. كنت عاوز اقول لك ايه يعني؟ هو انت يا بنتي قلت له ابويا وامي متطلقين؟ حنين احنا موضوعنا كبير قوي وصعب قوي. انا عارفه بس كنت مستنيه ان هو يبقى غير كل الناس. طيب والله بقى دي تبقى غلطتك انت مش غلطته هو. انت ماما اللي افتكرتيه غير كل الناس، مش ذنبه بقى ان هو طلع زي كل الناس. يعني انا طلعت غلطانه في الاخر؟ لا يا حبيبتي انت غلطانه من الاول. مش فاهم يعني ما قلتليش ليه من بدري؟ كنتش عارفه ان هو هيحبني، كنتش عارفه انه هيبقى في بينا حاجه اصلا. كنت فاكره انه هيروح لحاله لانه اكيد مش هيلاقي حاجه يحبها. طيب طالما ما قلتليش من الاول، ليه بقى ما استنيتيش لحد لما الامور تدخل في الجد بعد كده تجيبي له الموضوع واحده واحده؟ لا ما قدرتش يا اشرف، والله العظيم ما قدرتش. طول عمري بكذب على الناس، بألف لهم قصص عن نفسي وعن أهلي، بس أنا أول مرة أحب حد إن هو كمان يحبني بجد. كنتش عايزة أبتدي حياتي معاه بالكذب، كان نفسي يحبني زي ما أنا.
ما تزعليش نفسك. شفت يا أحلام؟ مش الوقت طلع حبار زيك؟ والله عايز يخسر حبه عمره عشان شوية كلام فارغ. هما الرجالة مبقوش يفهموا ولا إيه؟ ولا أنا اللي بعدت على الواد ده؟ بس وغلاوتك عندي حياة شوقي ليكي اللي بيزيد يوم عن يوم من يوم ما سيبنا بعض، ما حسب يغلط غلطتي ولا يندم ندمي. صدقيني صدقيني يا رب. انا همشي بقى وبكره ابقى اطمن عليك. شكرا يا اشرف، انا تعبتك معايا ومعلش جبتك على ملا وشك. بس عارف من بين كل الكذب اللي انا عايشه فيه، الحاجه الوحيده اللي بحس ان هي حقيقيه هي انك اخويا بجد. والله ايه الكلام ده؟ ما احنا اخوات يا بنتي فعلا. احنا مش في الملجأ كنا بنشرب من نفس ازازة اللبن؟ ايوه صح، يبقى اخوات في الرضاعة. ايوه اضحكي يا شيخة، ما تزعليش نفسك، احنا المصيبة على ربنا. كفاية يا بنتي الغلب اللي احنا شايفينه. ان شاء الله. مش عايزة حاجة؟ لا شكرا. تصبح على خير. وانت من اهل. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. نورت بيتك يا حبيبي. ده انت اللي منوره البيت يا حبيبي. اول مره اشوف اب فرحان ان بنته رجعت البيت مطلقه. بطلي عبط يا بنت انت. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الطلاق علشان يوم ما نغلط ما نضطرش نعيش بقية عمرنا في الغلط ده. وبعدين أنا إيه اللي هيخليني ما أفرحش لما ألاقي لولا بنتي حبيبة قلبي رجعت تعيش معايا تاني، بدل ما أنا عايش في البيت ده لوحدي كده زي قرد قطع. قرد؟ مين ده اللي قرد؟ ده أنت قمر، ده أنا حتى بفكر أجوزك. لا متشكرين قوي يا ستي، مالكيش دعوة بيا. أنا يا حبيبتي خدت نصيبي، وبعدين أنا عمري ما هقدر أعوض أمك الله يرحمها. عشان كده نصيحتي ليكي إنك تخليكي في نفسك وتبعدي عني خالص. جوزي نفسك أنتي. لا يا ماما، أنا جربت حظي مرة ومش عايزة أجربه تاني. اسمعك يا حبيبتي تقوليش الكلام ده تاني. مش عشان تجربة فاشلة هتعيش بقية حياتك كده. لا يا حبيبتي، انت لسه قدامك مستقبل كبير. بكرة تتجوزي وتخلفي وتعيشي احلى ايام حياتك، وانا متأكد
صبري خير. ربنا يخليك لي يا حبيبي. انت عايز ايه بالظبط يا نادر؟ بقول لك ما راحتش الشغل. انت تفتكر جرى لها حاجه؟ انت مالك ومالها؟ يعني ايه مالي ومالها؟ انت مش قررت انك تسيبها عشان الكلام الفارغ اللي في دماغك؟ ليه تروح لها الشغل وتقعد بعيد تتفرج عليها زي التلامذه؟ انا كنت عاوز انت ايه يا اخي؟ سيبك من شغل العيال ده وخليك راجل. اعمل ايه بس؟ مش قادر انساها ولا قادر اتعامل مع اللي قلته. لا دي مرقعه بقى، مرقعه، وانت عارفني انا بحب الشغل المرقعه ده. يا استاذ بالراحه عليها شويه. ماشي. بالراحه على نفسك. معذب نفسك ومعذب البنت معاك. وكل ده من غير معنى. تاني هتقولي من غير معنى؟ طبعا، لانك انت لو الكلام اللي جواك ده حقيقي فكانش ده يبقى موقفك. مش قادر اعدي اللي انا عرفته. يا حبيبي انت عديته خلاص بدليل شوقك ولهفتك عليها.
يا ابني لسه بدري، دي الحفلة لسه هتولع والمزد اللي جايين مالهمش حد. انت عارفة يا نسرين ان انا ماليش في الجو ده خالص. انت اغرب واحد انا شفته في حياتي، ازاي بتعمل كل اللي بتعمله ده وتيجي عند النسوان وما ترضاش؟ عشان بحب مراتي يا نسرين وبخاف على زعلها. المهم انا دورت على مامتك علشان اسلم عليها ما لقيتهاش، بسلمي لي انت عليها بقى وقولي لها كل سنة وهي طيبة. لو اني دي تالت مرة احضر لها عيد ميلاد السنة دي. هي مامي كده، عيد ميلادها هيجي كل شهرين. طيب ما تنسيش بقى بكرة تبعتي لي صور البنت الجديدة عشان عايز ابعتها لهم واخد الرد، اوكي؟ اوكي. باي. باي. ده انا يا دوب يا بنتي بقول له هو احنا مش هنتجوز ولا ايه لك وش وقلب زي اللي حكموا عليه بالاعدام. وحياتك يا اختي كلهم منظر واحد، الطينه من العجينه بقت حاجه تقرف. ومن لين؟ مساء الخير. ايه ده؟ هو انت؟ افتكرناك حد بيعاكس. لا والله، انا بس كنت عايز اسال على حنين، اصل بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش مروحه معاكوا وبكلمها ما تردش على التليفون بتاعها. ايه ده؟ انت ما تعرفش انها عيانه ولا ايه؟ عيانه؟ مالها؟ ما اعرفش هي عيانه عندها ايه، بس هي كلمت المدير وطلبت اجازه، قالت انها عيانه قوي. مين؟ وحشتيني. صحيح انا عمري ما كان عندي اهل ولا في ضيوف بيزورونا في البيت، لكن برضو بفهم في الواجب. وانا جاي اقول لك ان الموضوع ده مش فارق معايا اصلا. متاخر قوي الكلام ده يا ناد، انا كنت محتاج اسمعه منك يوم ما قلت لك. اتلخبطت وما عرفتش ارد عليك. يعني ايه اتلخبط؟ يعني انا كنت جاي وعامل حسابي اننا نعيش احلى لحظه في حياتنا زي اي اتنين، وفجأة لقيتك بتاخديني في سكة تانية خالص. يعني كنت عايز نكمل كده. انت ايه اللي خلاك تكدب عليا من الاول؟ عشان ما كنتش عارفة اني احبك قوي كده، كنت فاكرك زي كل الناس لازم اكدب عشان اعرف اعيش وسطهم. لما عرفت انك بتحبيني واني مش زي كل الناس خفت اقولك الحقيقة. مليون مرة ببقى نفسي اقولك وفي الاخر ما بقدرش. يا نادر انا كنت بموت كل ما تسالني عن اهلي عشان كنت بضطر اكدب عليك، وانا مش عايزه اعمل كده. انت عارفه ان دي اول مره تقولي فيها انك بتحبيني؟ ايوه بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا حنين، بحبك. والكام يوم اللي بعدنا عن بعض فيهم دول فهموني، فهموني حاجة واحدة بس، إن عمري ما عايز سعيد طول ما أنت بعيد عني. أيوة بس حنين، أنت عارفة إن أنا كنت كل يوم بروح أقف قدام الكافيه عشان أشوفك وأنت مروحة، واليومين اللي أنت اختفيتي فيهم دول كنت هتجنن وأشوفك. ده كل اللي أنت بتقوله لي ده حاجة، واللي أنا قلته لك عن حقيقتي حاجة تانية. مش فارق معايا. مش فارق معاك إن ما عنديش أهل؟ أنا أهلك. مش يمكن أكون بنت حرام؟ إنها تحافظ على نفسها وسمعتها وتدي وش لأي حد يحاول يقرب لها، مش ممكن تبقى بنت حرام. طب وأهلي اللي رموني؟ تفتكر يعني رموني ليه؟ اللي قلبها حنين وبتعطف على العيال مرمية في الشارع وتشيل همهم وتفكر فيهم، مش ممكن تبقى بنت حرام. تفهمي؟ افهميني انت يا حبيبتي، اللي تقف وش الدنيا كلها لوحدها من غير لا سند ولا ظهر وتحافظ على نفسها،
ممكن تبقى بنت حرام. ولاد الحرام هما اللي بيعملوا الحرام يا حنين، مش اللي بيجوا بسببه. أنا بحبك. تتجوزيني يا حنين؟ أنت أكيد جرى لمخك حاجة. ليه بس يا ماما؟ كل ده عشان بقولك إني عايز أتجوز؟ لا طبعا، ما انا طول عمري بزن عليك وبتحايل عليك عشان تتنيل تتجوز، انما تروح تعمل مصيبه زي اللي انت عايز تعملها دي، لا اقعد من غير جواز احسن. يا ماما فهميني، انا عارف انك عاوزاني اتجوز جهان بنت خالتي، بس ده مش هيحصل. اولا جهان بنت خالتك مش بايره عشان ندلل عليها، لكن خلاص انت حر، مش عاجبك جهان انت الخسران، بس تروح تدور على واحده احسن منها. طيب وانا اخترت اللي شايف من وجهه نظري انها احسن واحده في الدنيا. انت عبيط يا واد، انت عايز تروح تتجوز واحدة تربية ملاجئ؟ ما احناش عارفين هي جاية منين اصلا. مش مهم الكلام ده، المهم انها بنت كويسة. بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة عيلتها ولا تربيتها؟ لا بأمارة انها بنت كويسة جدا، وده كفاية بالنسبة لي. كل ده ما يلزمنيش ببصلة. مش فاهم يعني تشيل البنت دي من دماغك خالص. مش هينفع يا ماما، انا بحبها وهتجوزها كده اهو. يبقى تروح تتجوزها بقى بعيد عني، ومن دلوقتي تعتبر ان امك ماتت. مش طريقة كلام دي يا ماما. والله ده اللي عندي، واقسم بالله يا نادر لو مشيت اللي في دماغك وما سبتكش من البت دي لكون ما قطعك لحد ما اموت. يا ماما اقعدي بس نكمل كلامنا. الف حمد لله على سلامتك يا باشا، نورت مكتبك. طب والله المديريه كانت مضلمه من غير سعادتك. الله يسلمك يا ايمن. ها طمني، ايه اخبار الشغل؟ تمام يا ريس، كله تمام. ايه كله تمام دي؟ انا عايز اعرف اخبار الشغل كاني كنت موجود معاكم بالظبط. تحت امرك يا ريس. مش هينفع يا حبيبي تاكل دماغي كل شويه بالكلمتين دول، ولو مش عاوز تكمل قول. ما دام انا ما قلتش ان انا مش عايز اكمل، انا بس عايز اطمن. لا اطمن خالص، دول كويسين وبيدعوا لك كمان. دول 10,000 جنيه حساب العمليه اللي فاتت، واجهز بقى للعمليه الجديده. حاضر. طيب ممكن لو ما فيهاش مضايقه اسال سؤال؟ خير. دلوقتي الناس اللي بيتبنوا البنات دي بيختارهم ازاي؟ اتفضل يا اشرف، انا ورايا شغل. حاضر. صباح الخير. اقعد افطر قبل ما تنزل. معلش ماليش نفس. عنك ما اكلت. هو انت فاكر يعني انك بتلوي دراعي بقى مصيتك دي؟ انت عارفه وانا ما اقدرش هلوي دراعك، بس انا عايزك تفهميني. انا ما بفهمش، ولو فتحت معايا الموضوع ده تاني انا هسيب لك البيت واروح اقعد عند خالتك لحد ما تعقل. قلت ايه؟ قلت سلام عليكم يا ماما. استغفر الله العظيم يا رب، اهدي يا رب. يعني ايه الملف مع نادر وقافل عليه؟ هو كان مكتب ابوه الاستاذ اللي اداله الملف، وانت عارف نادر بيحب يقفل على حاجته بالمفتاح ازاي. وانا هعرف منين؟ هو انا قاعد له النهار بفكر فيه وما بقولش غيره. بقول لك يا استاذ وائل، ما تشيل نادر من دماغك خالص. انا برضه اللي شيله من دماغي، ما تقولي لنفسك، وانا ما كنتش عارف ان ذوقك وحش قوي كده. خليكي معايا تكسبي. صباح الخير. صباح الخير يا نادر، فطرت ولا تفطر معايا؟ لا شكرا يا هويدا، هنا بشوف انت. تعالى يلا، انت رايح فين؟ خير يا وائل؟ في الملف بتاع سيد النجار. ليه عاوزه؟ الاستاذ وائل كان بيسأل على ملف من بدري وانا قلت له انك قافل عليه. انا اسف يا وائل، الاستاذ هو اللي اداني ملف، ما اقدرش اوريه لحد. يعني ايه؟ يعني لما الاستاذ يقول لي اديهولك انا تحت امرك بعد اذنك. ايوه بس الاستاذ مسافر مش هرجع غير بعد كام يوم. خلاص لما يبقى يرجع. وانا هفضل قاعد تحت امرك. اسمع يا وائل، انا عارف ان ده مكتب خالك، بس انا بشتغل عنده مش بشتغل عندك، وبعد اذنك بقى عشان ورايا شغل كتير، انا مش قاعد صايح. ما تمشيش وانا بكلمك. ايدك جنبك، ولو مش عايز اتكلم اللي مشغلني ومشغلك. عيل سائل صحيح؟ انا عارف انه مش طايق. غريب، مع ان اي حد يعرفك لازم يحبك. بس انت عارفه حنين، مهما كنت متضايق او مخنوق لما ببص في عينيكي بنسى الدنيا كلها. امال انا اقول ايه بقى؟
انا اللي من يوم ما عرفتك وانا بشوف في حياتي كل حاجه حلوه. وهتضلي تشوفيها احلى طول ما احنا مع بعض. بقول لك ايه؟ انا ميت من جوع، تيجي ناكل؟ ماشي. طول عمري كان نفسي يبقى عندي خالة تحبني قوي وتخاف عليا وتدافع عني لما مامتي تزعلني وتقف في صفي. عشان كده دي كانت اكتر حدوته بألفها للناس. عارف يا نادر، انا ناوي احب مامتك زي مامتي بالظبط واعمل لها كل حاجه حلوه كان نفسي اعملها لو كان عندي ام بجد. ان شاء الله. مامتك مش موافقه على جوازنا صح؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ عشان طبيعي انها ما توافقش. انا بس الحماره اللي سبت نفسي احلم. لا طبعا، دي ماما طيبه جدا وانا متاكد انها تحبك اول ما تعرفك. تفتكر؟ طبعا، انا بس لسه ما فتحتش معاها الموضوع. ليه؟ هو انا غيب عن المكتب اسبوع؟ اجلعيك عامل لي فيها بلطجي؟ بس يا خالو اللي حصل. ما تقوليش يا خالو هنا. خالو ايه وزفت ايه؟ خالو دي هناك في البيت عند ماما. هنا تقولي يا استاذ. طيب حاضر، مش تعرف ايه اللي حصل الاول؟ عرفت من هوايه ده كل حاجه، وبعدين الراجل مغلطش وانا موزع عليكم القضايا قبل ما اسافر. تتدخل في شغله ليه؟ افلح في شغلك الاول. انا جات لي فكره كويسه جدا في القضايا اللي معايا، علشان كده كنت عايز اخدها وراجعها. تيجي وتقول لي ايه؟ هتدور المكتب على مزاجك انت ولا ايه؟ فاضل الغرفه ده يمشي. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاكل عندك على الترابيزه، ولو ناوي ما تاكلش زي كل يوم انت حر، انا مش هتحايل عليك. هتفضلي مخصماني كده كتير طول ما انت ما بتسمعش كلام؟ وبعدين تعالى هنا، هو المفروض مين اللي يعمل فيها مقموس، انا ولا انت؟ ولا اقدر اتقمص منك يا منيره يا مضيئه يا جميله، انت الحته الجوانيه. بأمرة ابع ان شاء الله. بص يا واد، انت لو انت فاكر انك انت هتعمل الحركتين بتوعك دول وتاكلني بكلمتين عشان اغير اللي في دماغي تبقى غلطان. الحركات دي اعملها على اي حد في الدنيا غيرك انت يا جميل، ده انت اللي حافظاني ومربياني يا ام نادر. قول لنفسك. بقول لك يا ماما، انا كنت بفكر اروح ازور بابا بكره بعد صلاه الجمعه، ايه رايك تيجي معايا؟ الله يرحمه. ولا الضالين آمين. تعيش وتفتكر يا ماما. هو أنا كنت نسيته يا ابني عشان أفتكره؟ أبوك الله يرحمه عايش معايا على طول حتى وهو ميت. طب بقولك يا ماما، عايز أتكلم معاكي كلمتين كده في وجود بابا. أنا قلت برضو المشوار ده أكيد وراه حاجة. طب صلي على النبي الأول. عليه الصلاة والسلام. تعب نفسك كده ليه يا اشرف؟ هو احنا عندنا كام عروسه؟ شكرا. انا يا بنتي مش قلت لك سيبيه على الله؟ مبروك يا نونا. الله يبارك فيك عقبالك. ان شاء الله. قولي لي بقى ناويين على امتى؟ مش لما يفتح مامته في الموضوع الاول. طيب تعملي حسابك بقى ان هو هيجي يطلب ايدك مني، مش المفروض ان انا اخوكي ولا ايه؟ طبعا، واغلى من اخويا كمان. يا ابني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. فاكر يا اشرف واحنا صغيرين لما كنت بتشدني من شعري في المانجا؟ وانت يعني كنت بتسكتي؟ انت ايدك كانت زي المرزبة. ايوه. طيب المهم بقى دلوقتي، اكيد بقى حوار الجواز والجهاز دوت هيبقى محتاج مصاريف. انت ايه بقى، مش محتاجه فلوس؟ من امتى الكلام ده؟ هو انت لقيت تاكل اصلا؟ لا، ما انا الحمد لله ربنا كرمني بسبوبه كده بيطلع لي منها قرشين حلوين. يا سيدي الف مبروك، بس عايز افهم ايه السبوبه دي اللي غيرتك كده فجاه؟ المفروض ان احنا بنشغل ناس. بصي هو الموضوع طويل هبقى اشرحه لك بعدين. المهم شوفي نفسك في ايه دلوقتي وما تقلقيش، انا صدقت. واوعي تخلي نفسك في اي حاجه، كفايه يا بنت اللي احنا اتحرمنا منه. ربنا يخليك ليا يا اشرف، بس انا الحمد لله شايله فلوس كده على جنب، لو احتجت هقول لك. ماشي. انت عمال تلف وتدور وتقلب في القديم،
ايه دخل جوازتي من ابوك في البلوه اللي انت عايز تبلي نفسك بيها دي؟ يا ماما انت لما اتجوزتي بابا الله يرحمه كان راجل مقطوع من شجره وظروفه كانت صعبه جدا. ايوه بس كان سيد الناس. حلو قوي. وعشانه رفضت بخيت اخو الحاج لطفي جوز خالتي مش كده؟ دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص. اصبري بس يا ماما عليا وسيبيني اكمل. كمل يا سيدي. مع ان اهلك كانوا موافقين على الحاج بخيت ده وشايفينه ان هو راجل لقطه وانت برضو رفضتيه وده اللي خلى خالتي وجوزها يقطعوكي شويه صح؟ انت اتجننت يا نادر؟ عايز تساوي ابوك بواحده من الشارع؟ ابوك صحيح كان فقير لكن كان له اهل وناس واصل وفصل. بس لا اهله ولا اصله وفصله هما اللي خلوكي تتجوزي، انت اتجوزتيه عشان هو. يا ابني يا ابني دي بنت حرام. مين قال بس كده يا ماما؟ مش انت اللي بتقول انهم لقوها مرميه في الشارع، هتكون ايه غير كده يعني؟ يا ماما الدنيا مليانه بلاوي، مش جايز تكون ضاعت من اهلها ولا اتخطفت ولا يكون مثلا اهلها ماتوا ومحدش راضي يربيها، مين عارف؟ مهما كان اسمها تربيه ملاجئ، يعني محدش علمها الصح من الغلط، تقدر تقول لي مين اللي ربها دي؟ مش مهم مين ربها، المهم هي طلعت ازاي؟ وانا متاكد يا ماما انك لو شفتيها هتلاقيها متربيه احسن تربيه. طب واحنا ايه اللي يجبرنا على كده بس؟ بحبها يا ماما. يا ابني يا ابني يا حبيبي انا خايفه تندم على اللي انت بتعمله ده. يا ماما انت ست بتاعت ربنا، حرام تظلميها عشان حاجه ملهاش ذنب فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ابني دي هتبقى ام عيالك. وانا متاكد ان هي هتبقى احسن ام واحسن زوجه في الدنيا. وبعدين لو مش مصدقاني شوفيها واحكمي. اشوفها. يعني سيرين انا اتاكدت انهم بيضحكوا علينا. اللي احنا بناخده ده ملاليم بالنسبه اللي هم بياخدوه. خلاص يبقى يزودوا اللي بيدفعوه. بالاضافه لكده احنا اللي في وش المدفع، انما هم في الامان. بس انا خايفه حسام يقول لك القرار مش قراري والكلام بتاعه ده. والله بقى لو مش هو صاحب القرار يوصلنا لاصحاب القرار واحنا نتصرف ولا ايه؟ يعني وافقت تقابلها؟ ياه بعد ما طلعت روحي. كويس. طب ما دي اخبار حلوه يا ابني. بس على قد ما انا فرحان على قد ما انا خايف من القعده دي. ليه؟ انت مش مالي ايدك منها ولا ايه؟ جدا بس مش مالي ايدي من امي بقى، ما انت عارفها. ممكن تكون بتاخدنا على قد عقلي وناوي تحرك حنين في القعده. عموما ما تقلقش. انا هقول لك نتصرف ازاي. بس بعدها ربنا يستر عليك وعليا.